وكأن الباطنيين اختفوا تماما من أصفهان. أنا وعدت مولاي السلطان وحطيت رقبتي قصاد تنفيذ هذا الوعد. أمن وأمان السلطنة في كفة مولاي، وحياتي كلها في كفة. مفيش باطني غير لما استجوبته وعذبته لحد ما وصلت لكل معلومة أنا محتاج أعرفها. عددهم كبير؟ أنا مش عايز أقلق مولاي، لكن أنا منعت أكتر من 20 محاولة اغتيال مولاي السلطان. 20؟ بدون ما يشعر مولاي أنا كنت بغير تحركاته عشان أقدر أقبض على القاتل قبله في لمح البصر. بيتواصلوا مع بعض إزاي؟ مين اللي بيحركهم؟ أرجو من مولاي السلطان إنه يعفيني من الإجابة على السؤال ده، لأن الإجابة فيها أسماء ممكن تثير غضب عظمتك وتدهشك كمان. خونة. ومن أقرب الناس يا مولاي أبناء عمومة. مش غريب عليهم. أنا عاوزك تجيبهم لي هنا متأيدين تحت رجلي. بلاش يا مولاي، بلاش على الأقل دلوقتي لغاية ما نأمن شرهم. هم مين؟ لو عظمتك مصمم. الكلام ده خطير، معك أدلة؟ كل الأدلة موجودة وموثقة يا مولاي. لو تحب عظمتك إني أوريك بعينيك وأسمعك بودانك أنا مستعد أعمل كده، لكن أنا شايف إن الحذر أهم وأولى. أنا بطلب من عظمتك إنك تغير مكان إقامتك على الأقل كل أسبوع. موعد الصيد، قنص، دي كلها كمان لازم تتغير. على العموم أنا مدون كل ده في مخطط كامل بالمواقيت كلها. أنت عاوز نصبر وانتظر بعد اللي أنا قريته ده؟ مفيش انتظار يا مولاي، لكن في حذر. أنا محتاج فرصة عشان أوصل لبقية أطراف المؤامرة. أنا مولاي بعد إذن عظمتك شاكك في ناس أقرب وأخطر. أقرب من كده؟ النفوس الطماعة في الأقارب يا مولاي شيء خطير. شرهم ممكن يفوق شر البطنيين. البطنيين إحنا من بكرة نقدر نسحقهم ونسحق قلاعهم كلها. إحنا نقدر نهد قلعة آلة موت على الصباح نفسه، لكن ظهرنا هيكون مكشوف. مكشوف يا مولاي السلطان للأعداء، الخونة، الأقارب. لو يسمح لي مولاي مولاي بلاش يا مولاي ولا تاكل ولا تشرب من إيد مولاتي على الأقل اليومين دول. زوجتي؟ مجرد شك يا مولاي، مجرد شك، لسه مفيش دليل، لكن حبي وواجبي يحتم علي ان انا انبهك. مولاي اصرع على ولاة العهد شيء خطير، شيء مرعب، يا مهد بيوت وشرد اسر عظيمه في السلطنه. اي ام يا مولاي يهمها ابنها ومستقبله يمكن أكتر من زوجها نفسه. أنا بعتذر يا مولاي، بعتذر. الحمد لله على السلامة خديجة.
انا عملت لك اللعبه دي، ما كانش يليق بيا كامام ان انا اعمل لعبه، بس انت خديجه واحنا ملناش غير بعض. بكره ابويا يقتلك ما يفضلش لغيري. انا ما اعرفش الغيب، يمكن ابوك يقتلني لانه قتل اقرب الناس ليه، ابنه البكر ومراته. بس عارفة، حتى لو ده حصل وقتلني أنا مش هبقى خايف عليكي. عارفة ليه؟ عشان أنت أقوى حد هنا في القلعة، أنت أقوى من حسن الصباح نفسه. ولغاية ما أموت إحنا ملناش غير بعض. أبويا بيكرهنا؟ لأ، بيحبنا، لكنه بيحب حسن الصباح أكتر. عشان كده ما ينفعش نكون عقبة قدام حسن الصباح. هادي، اسمح لي حاضر.